السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هندهن مع بعض الطبقة الأخيرة وهي اللكيه اللامع، علشان بقى يبقى كده خلصنا كل خطوات الدهان. يلا بينا مع بعض نشوف أول حاجة هنعملها. طبعا بعد ما دهنا الدولاب باللكيه المط ونشف، هنبدأ بقى دلوقتي ان احنا نصنفر الدولاب اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي بالصنفرة الناعمة. يلا بينا مع بعض نشوف. معايا هنا صنفرة ناعمة زي ما انتم شايفين كده معايا. هبدأ بقى ان انا اصنفر الدولاب بعد طبعا ما دهنته بالطبقة اللاكيه المط، علشان لو في اي حاجة بارزة في الدولاب تختفي تماما ويبقى الملمس بتاع الدولاب ناعم. يلا بينا مع بعض نشوف. هكمل صنفرة وبعد كده هوريهولك. وده شكل الدولاب بعد ما صنفرته زي ما انتوا شايفين كده. بجد الملمس بتاعه بقى ناعم جدا، كل الحاجات اللي كانت بارده كلها راحت طبعا في الصنفرة. يعني كده خلاص هو جاهز بقى، هندهن على طول طبقة اللاكيه اللامع وهنشوف ان شاء الله النتيجة ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا مع بعض نشوف. دلوقتي هحط كده الرولة في اللاكيه زي ما شايفين كده اهو، اصفيها كده وابدا بقى ان انا طبعا اللون ده يعني قريب جدا من اللون اللي انا كنت عاملاه الاول اللي هو باللاكيه المط، فانا بجد يعني عجبني اللون، حبيت ان انا يعني اخليه اللون النهائي. هكمل بقية الدولاب وبعد كده هوريهولكم. زي ما انتم شايفين ده شكل الدولاب بعد ما دهنته باللاكيه اللامع، وده شكله بعد ما خلص. دلوقتي بقى انا هسيبه لما ينشف خالص وبعد كده هنشوف هنعمل ايه الخطوة اللي بعد كده. زي ما انتم شايفين كده معايا اللونين اللي انا عملتهم، اللون اللي هو الاغمق شوية واللون الفاتح بتاعه. هبدأ بقى كده معايا فرشتين اهم زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى ان انا احط كده الفرشة في اللاكيه الغامق زي ما انتم شايفين كده اهو، وهبدأ بقى ان انا اجيب من تحت كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. زي ما انتم شايفين كده معايا اهو، ببدأ بقى بالفرشة اعمل الشغل بتاعي كله كده اهو بالفرشة. طبعا اي حاجة ما اندهنتش ببدا ان انا احطها اهو كده زي ما انتم شايفين اهو معايا. دلوقتي بقى هسيب الفرشه دي خالص وهبدا بقى ان انا ادخل اللون التاني بتاعي الاولاني الفاتح زي ما انتم شايفين اهو اهو.
ادمج بقى، ابدأ بقى ان انا ادمج الالوان كده مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى ان انا احط الفاتح كده درجة تحت الفاتحة، وهبدأ بقى ان انا ادمجها مع اللون الغامق، يعني هدمج الفاتح مع الغامق. وده شكل الدولاب بعد ما دمجت اللونين مع بعض الغامق والفاتح. طبعا انا عملت الشغل ده قدامكم بالفرشة، وده الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين كده معايا. لو انتوا حابين طبعا الشكل ده ان انتوا تعملوه، الطريقة طبعا سهلة وبسيطة، بس انا عشان عايزة اعمل لكم كذا طريقة وكذا شكل، فانا هعمل لكم كمان شكل تاني مختلف ان شاء الله. انتظروني الفيديو اللي جاي وهنغير الشكل ده خالص، وهنعمل شكل جديد علشان تقدروا ان انتوا تختاروا من شكلين، تقدروا ان انتوا تعملوا الحاجة اللي انتوا حابينها واللي انتوا مرتاحين لها. انتظروني ان شاء الله الفيديو اللي جاي. اشكركم واشوفكم على خير، والسلام عليكم.